عايزه اعرف تعليق حضرتك على هذا التقرير، اللي طبعا احنا واضح ان احنا يعني داخلين على ايام قرارات تأديبيه، يعني اول مره يقولي احنا في احنا الجهه الوحيده اللي لدينا الحق القانوني لاتخاذ قرارات تأديبيه. اشار طبعا لوجود عدد من البرامج والمذيعين والقرارات التأديبيه اللي اتخذت ضدهم في الفتره الماضيه. اولا الاستاذ مكرم محمد احمد قيمه وقامه طبعا صحفيه واعلاميه كبيره، هو شيخ الصحفيين الان، استاذ الاجيال المتعاقبه، اكبر صحفي في مصر. حينما تولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فهو رجل اعتاد أن يعمل بكل شجاعة وبكل جرأة وأن يقتحم الملفات الصعبة. مسألة التأديب، التأديب لمن؟ التأديب لمن يخالف أحكام القانون، التأديب لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، التأديب لمن يستخدم ألفاظ نابية أو يمس حرمة الحياة الخاصة للآخرين، صحيح، أو أن يفعل مع الآخر ما لا يرضى للآخر أن يفعله معه. فإذا القانون بتحمي حرمة الحياة الخاصة، القانون لا تسمح بنشر أخبار كاذبة، وهكذا. فإذا لما يجي الأستاذ مكرم وبيقول لا هنواجه المخالفين بقرارات تأديبية، أنا بقول له فعلا من يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، من يخالف أحكام القانون يستوجب العقاب. انت فعلا بتتخذ ضده الاجراءات العقابيه اللازمه، وذلك بهدف ضبط الاداء، منظومه الاداء الاعلامي. الاستاذ مكرم قبل مننا كلنا هو اول من يحرص على تكريس حريه الراي وحريه الفكر وحريه التعبير، لكنها الحريه المسؤوله، لان هناك خيط رفيع ما بين الحريه والفوضى. من يريد ان يتحول الامر الى فوضى فهو أمر لا نقبله جميعا ولا نسمح به. وكان في فترة بعد 2011 على وجه الدقة شفنا كيف أن الإعلام استخدم بهدف نشر الفوضى تحت شعار الحرية. كان يطلع لك شفت المتظاهرين السلميين اللي هم ماسكين مولوتوف بيحرقوا وزارة الداخلية، ولما حد بس رمى عليهم قنبلة غاز تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالغاز. المتظاهرين السلميين اللي بيحرقوا المجمع العلمي بيفرقوهم، متظاهرين سلميين بيعبروا عن رأيهم. من قال أن حرق المجمع؟ فضائيات قالت كده، إعلاميين قالوا كده. فإذا تضليل زي التضليل اللي بيحصل دلوقتي في قناة قطر وفي القناة بتاعة تركيا والكلام ده كله عشان الإساءة لمصر، لكن المسألة الحمد لله عادت الدولة المصرية دولة قوية. احنا كلنا مصريين ملتفين حول جيشنا وحول شرطتنا وقائدنا وشعبنا، وكلنا في خندق واحد الان من اجل طبعا مواجهة الارهاب في المقام الاول، من اجل الحفاظ على مقومات الدولة المصرية، من اجل الانطلاق قدما بمسيرة البناء في مصر اللي احنا شايفينها بتنطلق بسرعة الصاروخ. لكن احنا كلنا مع الدولة في هذا الشأن. لكن لما تيجي ناس عايزة تنشر بقى اخبار كاذبة ومعلومات مضللة، وناس عايزه تمشي على خطى قناه الجزيره وعلى خطى مكملين، مين اللي هيسمح لهم يعني؟ ما انا بقول لحضرتك بتقول نشر، نعم، يعني صحف. لا طبعا احنا منظومه الصحافه والاعلام كلها اذاعه، يعني اذاعه اخبار طبعا اذاعه غير مقبول وعمرها ما حصلت ولا عمرها ما حصلت يا فندم؟ لا حصلت كتير يا فندم من ذي قبل، ان يعني في ناس بتنشر اخبار كاذبه عايز تنشر. احنا بنتكلم على العمر الحالي للمجلس اللي هو سنه، هل حصل خلال سنه؟ لا في عمر المجلس بدون شك المجلس فعلا بقاله سنة، لكن المجلس داخل بكل شجاعة وبكل قوة، واجه ملفات واجه مخالفين واجه حاجات، وبيسعى جاهدا إلى ضبط مسيرة الأداء الإعلامي بالفعل. والأستاذ مكرم كمان حريص على أهمية التنسيق ما بين الهيئة الوطنية اللي هي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحتى قال إن احنا باعتبارنا كلنا بنكمل رسالة واحدة لازم نعقد اجتماع تنسيقي مرة كل شهر عشان نقعد ونضبط سويا منظومة الصحافة، منظومة أداء الصحافة والإعلام، ليكون بالفعل إعلاما حرا مستقلا بيؤدي دوره في خدمة الوطن والمجتمع في إطار ما رسمه الدستور من ضوابط لهذا الأداء، في إطار ما رسمه القانون من ضوابط أيضا للأداء الصحفي والإعلامي وعدم تجاوزه.